متابعين مع سيدتي الجميلة من عيون بيروت لليوم من حديثنا عن صيحات صيف 2015 عن الميك اب والمكياج إلى حديثنا عن صيحات 2015 بالشعر. طبعا اليوم معنا مزين شعر موهوب ابتكار جديد رح يحكي عنه اليوم يلي هو الكيراتين وغيره الكريستال والبوتوكس للشعر و و و و كلها رح تكون مع مزين الشعر بيير تنوري. أهلا وسهلا فيك بيير. مصور ماسي. مصور شو أخبارك؟ تمام كتر خير الله. البداية يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة بيير خلينا أول شيء نتعرف عليك كمزين شعر. نعم. قد ايه صار لك أنت بالتزيين؟ صراحة صار لي 24 سنة بالدومين. أنا بعمل مكياج وبعمل شعر. أوه. بس مكياج أقل شوي 10 سنين وتقريبا صار لي شي 10 سنين كمان إدوكيتر للشركة. بعمل ترينينج أوف ترينرز. أوكي. بنسافر لبرا وبنحضر الشويات الانترناشونال وبنحضر سيمينارز شو في شيء جديد موضة بكل سنة بسنة. أكيد بتتابع الموضة يعني العالمية أكيد. كل لأني إدوكيتر مجبور تابع شوي أكتر الموضة أكتر من كوفر العادي. يعني لأنه بعلم. لأنك بتدرس طبعا ذكرتها هلأ. مظبوط. بيير يعني طبعا أنت مشهور كمزين شعر يمكن أكتر من أنك مشهور كميك أب أرتست. مظبوط أكيد. شو السبب تحديدا مثلا؟ لأنه أنا أصلا بدايتي هي أصلا شعر. يعني 24 سنة شيء خبرة 24 سنة شيء يعني يا الفرق يعني. بس اثنيناتهم بحبهم بس سبحان الله بحب شوي العلم أكتر يعني هي المصلحة مصلحة علم. إذا بتتعلم كل ما بتفوتي فيها أكتر وتتعلم أكتر بصير تحبيها أكتر. وأنا من النوع اللي بسافر كتير وبيجي لهون على لبنان بحس كتير في فرق مش بس مستويات هي بالعلم أكتر يعني. مشان هيك بحب العلم أكتر. صح. قولي لبنان يعني هو وطننا بعالم الفاشن والموضة ونحن صدرناه إلى العالم كله يعني خاصة بتزيين الشعر والميك اب كلهم بيلحقوا الإمرأة اللبنانية كيف بتجمل حالها. كونك إنك مزين شعر إضافة إنك بتقدر تعمل ميك اب للإمرأة قديه هالشغلة بتساعدك اليوم وقت تكون عم تشتغل على شعرها إنك تقدر يعني تتخيل كيف معقول الميك اب يلبق لها او الميك اب اللي بتجي يلبق لها مع الشعر يعني بتزيد هيدي من أكيد. من خبرتك. هلا الخبره هي ضروريه قد ما تتعلمي الخبره بضل ناقصتك دائما الخبره هي بالطليعه. هلا بما انه بنسافر كثير وبنشوف كثير وجوه بنتعلم على وجوه جديده دائما كل وجه عنده تسريحه لإله وميك اب لإله. في ناس ما فيك تعمليها كثير قوي بتبين فالجر الميك اب وكمان كذلك الامر عن الهايلايت القوي كثير وهلا الموضه الدارجه موضه الهايلايت الصارخه القويه كثير يعني في ناس ما بتلبق لها وفي ناس تلبق لها. صح. ما فينا كل العالم ماشيين زيت الشيء مش اذا نزلت الموضه اليوم كل العالم لازم تعمل الموضه. هيدي مثل ما وقتها درج الشعر الاسود كلهم عملوا اسود. هلا درج الشعر الاشقر والساندري وابيض شوي كله عم بيعمل هلا جراي. هلا جراي يعني هيدا اللون تحديدا. بيير بدنا نحكي شوي عن الكيراتين يلي بهم يمكن كثير من الستات تمليس الشعر بهيدي الطريقه. اول شيء خلينا نعرف شو هي ماده الكيراتين وهل هي صالحه للشعر؟ مشكلتها مشكله هي الكيراتين. في عندك كذا نوع كيراتين. اوكي. في عندك الكيراتين اللي مع فورمول هي هالمشكله الاساسيه. الشركات العالميه مانعين كل شيء كيراتين يفوت على اي شركه. شو السبب؟ السبب لانه بتاذي المزين بتاذي صحته بتاذي شعره الزبونه. اللي فيها فورمول؟ اللي فيها فورمول. هي ما حدا بيسترجع يقولها لانه بيتعرض لشركات كثير عالميه كبيره عم ينجوا مصاري. شو هي مادة الفورمول يعني؟ مادة الفورمول هي طحنيت الشعرة كيف تحنطي الشغلة طبعا نحكي غير شيء بس تحنطيها بتكوني عم تفقدي تقريبا 90% من هيكلية الشعرة. هيها منشم ريحة الكيراتين كتير قوية يمكن قليل ما نقدر هلأ صار في ناس عم بيعملوها برا ما بقى عم يعملوها جوا بالمحل. أنا ضد الفكرة نهائيا. أنا أصلا ما عندي كل شيء كيراتين ما عندي إياه بالمحل. عندي بوتوكس كل ما تخفف البرودكتس كل ما بستفيد فيه انا اكثر صحيا لإلي ولزبوني اكثر. انا بنصح الزبونه من البدايه شو لازم تعمل. بقول لها اذا بهمني انا لانه بشتغل على الكواليتي ما بشتغل على يعني حيالله هيك حيالله شيء اعمل لها لاخذ مصاري ما بهمني.
بهمني انا اكون مرتاح ونفسيتي مرتاحه مع زبوني وهي تفهمني وانا افهمها. عم تشتغل بشكل يكون عندك ضمير يلي هي انه 100%. هلا يمكن فاقدينها شوي بزنس وهي العالم بس بتفكر مجبورين. بزنس هون بيير، يعني اذا الوحده بدها السيده بدها بديل عن الكيراتين لنفترض، لانه عم بتقول فيه ماده بتضر الشعر، شو هو البديل؟ البوتوكس حلو، البوتوكس حلو، ما في فورمول بتقدر تعمليه لما بتحطي ولا ماسك ولا شيء، ما في شيء اسمه، بس مادة هي بتغلف الشعرة من برا بتضلها لينة من جوا، ما بتكسرها، ما بتكسر الشعرة من جوا، بتضلها تتنفس الشعرة، بتاخد نفس، بس مشكلتها ما بصير ستريت، كل العالم عم تركض لتصير شعرها ستريت. هي هاي المشكلة الأساسية، كل العالم بدها تركض تتهون على حالها، ما بدها تعمل برشينج، تطلع من البحر بس تطلع من البسين بدها اياه ستريت، انه نو واي هذا الشعر يكون بهالطريقه الا في ستريت سيستم نقدر نحن نتبعه بالشركات العالميه نشتغل عليهم. تقريبا بضاينا شيء 4-5 اشهر نت. هيدي فيها تعملهم ستريت من دون ما تتعب ولا اي. هيدي من خلال البوتوكس هون بعدنا عم نحكي؟ نو هلا تغير الكواليتي. غير البوتوكس هي كنايه عن تقريبا اخف من الكيراتين بس بلا فورمول. هي بوتوكس، هيدي الشركة ما بينها بين مصغرة ايه مصغرة عن مصغرة عن الكيراتين. هيديك الشركات بيعملوا ستريت سيستم، هن كل الشركات العالمية هن اللي بيعملون ستريت، مشان هيك اخترعوا البوتوكس والكيراتين. البوتوكس اخترعوه من بعد الكيراتين، شافوا انه الكيراتين هلا كيف لقوا الكيراتين بالعالميا، هي لقوها على ذنب حصان، هي ما حدا بيسترجع يقولها لانه اللي اخترعها هو اخترعها على دنب حصان. اوكي. حط على دنب بالغلط، حط الفورمول على دنب صار ليس دنبه. مش هيك صاروا عم يخترعوا للشعر، خففوها وصاروا عم يعملوها للشعر. مرة على مرة الزبونة عم تفقد، الكلاينت عم تفقد اللمعة تبعها والتقصف تبعها، وبصير تنكسر وتهرب على 3-4 اشهر. مع انه بيقولوا الكيراتين انه بالعكس يعني بيكوي التقصف بالشعر ماديا، يعني حسب ماديا. اوكي جاوبتنا هيك باختصار جدا. يعني بالنسبه للبوتوكس، يعني لنرجع الى البوتوكس، وقت الوحده تعمل بوتوكس شو بيكون الهدف منه؟ يعني تلميس الشعر، تشيل النفشه او تنوبه، فيها تملس شوي الشعر بس ما فيها تعمله ستريت. أوكي. يعني فيها تشيل تنوبر، فيها تملسه شوي، فيها تعطيه هيك شوي رونق اكثر، يعني تهدله ما يكون منفوش بشعراتها، صير ينزل شوي شوي على طبيعه. قد ما بتقوي الدوز قد ما انا بس بوصل لليفل نوي قادر ولا 1% تهر شعره من هلا لسنه. قد ايه تكلفته تقريبا هذا البوتوكس وكم ساعه بياخذ عندكم؟ تقريبا مثل بعضهم كلهم، يعني حتى الستريت سيستم والبوتوكس ذات شيء. هون الستريت سيستم عم نحكي يعني رحنا للكيراتين. لا شو هو؟ ما عندي كيراتين. اوكي ما في، يعني ما في. لكن اذا بدي اعمل ستريت سيستم، ستريت سيستم هي كنايه عن برودوي كثير قوي بيشتغل على قلب الشعره مش برات الشعره. بوتوكس بتشتغل على براتها، هذيك بتشتغل على جواتها، بتغير الستركتور تبع الشعره. عم نحكي علميا الجذور الشعره بتكون مثل عواميد مقطعه للشعر، فريزيه مقطع بالنص، بتيجي هذيك بتكسر النص تبعها بتصير ستريت. مشان هيك وقتها تصير ستريت بتصير هي شعرتها ستريت، بتضاينها تقريبا بين 3-4 اشهر نات، بتاخذ برودكتس بتستعملهم تيضل شعرها ما يقصف ويرجع يبرم بعد فتره، لانه بالستريت سيستم بس يشوف بحر شوي ببلش يبرم. مشان هيك بياخذوا له بروتكشن للبحر خصوصي، وذات الوقت بياخذوا شامبوان مع السيت كله سوا. انت بتنصح وقتها بدنا نعمل الستريت سيستم يعني قبل موسم الصيف او بالعكس ننطر لتخلص الصيف؟ لا موسم الصيف اكيد بهون كثير عليها. بهو. يعني بعدنا عم نحكي الكيراتين كثير منيح للست انه بس تطلع من البسين شعرها ريس. صح. يعني بهون عليها هي والا ما بتعمله. واذا انعمل مره بالسنه قد ايه الضرر ممكن يصير مثلا قبل الصيفيه شوي وضاينها 3-4 اشهر؟ هي مشكلتها الكيراتين في ناس يلا بيعملوها بنعملها مره وبيمشي الحال. هلا بيعملوها مره اون باسون، بتقدر تعمليها مره، بس مشكلتك اذا مره على مره عم تصير الشعره هيكليه شعره ما بقى موجوده بشعري. يعني عم تتغير كليا، تلاقي الشعر من فوق طبيعي ومن تحت واقف هيك مكهرب. اذا بدنا نحكي عن الكريستال يلي هو اجى ما بعد الكيراتين، بيقولوا انه هو احسن من الكيراتين، ما هو كل فتره مزينين الشعر بيروجوا لشيء، يعني اول ما طلع الكيراتين اجى الحلاق يقول لي ليكي هيدا بجنن، بعدين فجاه قال لي الكريستال، قلت له يا عم ما كان كيراتين على اساس بجنن. يعني ما بتعرف شو لا شو هي الواحد يقدر يستعمله. ما هي الشركات
الشركات بينزلوا برودكتس ليروجوا البرودكتس تبعهم، بيشوفوا السوق تبعهم كراتين راحي على الكراتين العالم، بصير يشوفوا شو سيئات الكراتين، بيصيروا يعملوا شيء بالمقابل. سيئات الكراتين خلصوا منه، بلشوا بوتوكس، بلشوا سوري كريستال، رجع خلصوا من كريستال بلشوا بوتوكس، وهلا ما بعرف وين راح يصيروا. طيب اليوم شو بدنا نشتغل؟ يعني شايفين كارين معنا، الصبية اللي موجودة معنا، عمل لها انت شوية هايلايت رفيع على لون تقريبا اورانج احمر، صح؟ انا شايفة اورانج. صراحة هي ما بتحب تلون كثير شعراتها، انا اليوم هيك شوي حبيت سوري يعني، بس حبيت نعمل لها شيء، نعمل لها شيء يبين للكاميرا، بدنا نقول انه نحن الموضة هلا الهايلايت، والهايلايت الصارخة بكل الالوان، بكوبر، الجراي بعدنا عم نحكي عنه، والبيربل. البيربل هو يعني اذا 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 بتلاحظي هون شوفي هون مش مبينه الاحمر، البيربل الباتنجاني، باتنجاني بس باتنجاني الفاتح مش الغامق. بيجي ناتشورال. هلا هي شعرها ديجا الباز تبعها منه غامق كثير، عملنا لها هايلايت من تحت خفيف كثير، يعني شادو بسموه هايلايت، اذا بتلاحظي شوي صغيره دارج كثير، هلا يكون شادو شوي من تحت كتير افتح من فوق كثير دارج الشادو. هلا في درجات للشادو، في الفاتح، في الناس ما بحبوا كثير يغيروا، بتعملي لهم شادو خفيف، اللي بحبوا يبينوا انه شوي هيك قوية الهايلايت تبعهم، بصير تقوي الدرجات بالعسلي بالافتح بالاشقر لتوصل للجراي هون. بس قد ايه بس السيده بتتقبل انه مثلا تحط لون هيك مثل الاحمر الساندري او الباتنجاني او الجراي؟ كل زبونه عندها كاركتر، كل كاركتر هي بتعرف اول شيء حالها شو برحله، لانه تعودت على كل سنه بتعمل هايلايت وبتعمل منهم بحطوا ازرق بتشوفوا، وهلا صار بحطوا اكستنشن، يعني صار بدل ما ينزعوا شعراتهم بيجيبوا اكستنشن زرقاء بحطوها، لو خصلي هالقد صغيره بحطوها كانها عامله هايلايت، فاشن بيشيلوا واسعه البدون بحطوا واسعه البدون. اليوم عندها سهره مميزه بتحط اخضر، هلا درج الاصفر، الاصفر واللي درج بالثياب وشكله بالشعر كمان، شعر كمان اصفر عن جد يعني لون السوس لا لون الشمس الشمس طبيعي، الاصفر أوكي. مش الاصفر الغامق، الاصفر فاتح يعني شوي صعب انه حدا يتقبله. اذا بدنا نبلش نشتغل على كارين، شو محضر لنا لليوم؟ شو بدنا نكون عم نعمل؟ هي كارين ناعمه كثير، حبينا نعمل لها شيء هيك ناعم يبرز لها جمالها، وعملنا هايلايت تيبين شوي. هي هلا بنرجع بنشيل لها اياهم، ما تعتلي هام لا ما تعتلي هام كارين، لانه حابه هي من البدايه ما كان بدها اياهم، بس انا قلت انه لازم نعمل شيء للمشاهدين شوي يشوفوا الفاشن شوي للهايلايت. يعني انا لو بتقنعني من هلا لبعد 3 سنين اعمل هيدا الهايلايت اللي فوق ما ممكن اعمله بس برحلك ايه، بس انه شوي الواحد لا بهيك بده جرأة شوي، انا جبانه شوي حتى لكارين برحله كثير، بس مش بهالطريقه من فوق. انا جبانه، انا عملتها حلو هو كثير، بس انا جبانه شوي بالالوان. لا انا عملت لها شوي وقح لقدام لتشوف الكاميرا، ليشوف العالم بالكاميرا من قدام، لانه من ورا كثير ما راح يبين، صح؟ بس كرمال الكاميرا، بس هو لها برحله شوي خصلتين صغار من بينات الشعار هيك كثير ناعمين، يفوتوا بيعطيوها شادو لوجهه بدل ما تحط مكياج. هو الكوبر اخترعوا البيربل بس تيعطي شادو للوجه، يعني كانك حاطه بلاش. اوكي، بدل ما تحطي بلاش بتحطي خصلتين. طيب حطينا خصلتين، هلا بدنا نشتغل على كريم، بدي اعزمك على البلاتو. ما بعرف حسب ما فهمت منك انه بدك تعملنا يمكن شينيو. نعم ناعم كثير، هلا وقت بدنا نعمل الشينيو تقريبا عندك بالمحل قد ايه بياخذ وقت؟ حسب قد ايه طول الشعر؟ لا حسب، اول شيء انا ما بعمل شينيو الا ما بكون عم بحكي انا والزبونه شو بتحب قبل ما بلش بالافكار، فوت عليها يعني، لانه انا بكون عم اشتغل بتغير الافكار تبعولي، ما هي احساس. كل شيء شينيو هو احساس، مثل القص اوقات تاخذ الموديل بتلاقي انه اذا بتعمل شويه فوليوم خفيف فيه بيلبق ل يمكن المونتون تبع الحنك تبعها برحله اكثر، بصير تعلي شوي تنزلي لها شوي، هون بتصير عم تخترع بالقصه، هي بتصير ارتستيك شوي. هلا اكيد بنحكي مع زبونه قبل، شوف شو برحله شو لابسه، بننسق كل شيء مع المكياج مع الشعر، بننسق كله مع بعضه. بس بعده عم بينطلب يمكن الشينيو او الرفعه النص رفعه عند السيدات، يعني بحس انه هلا كله صار دارج اكثر انه هيك تكون الاز او 100% برشنج عادي حتى على الاعراس على هلا العروس، حتى ما بقى عم ترفع هالرفعه الكبيره،
يعني كله ناتشورال، يعني يمكن اربع خمس خصلات ناتورال بتنزل شعراتها خلصت القصه. هل هذا الشيء نيون ناتورال؟ يعني هي بتحس حالها الاز مثل ما انت قلتي، وبس تحس حالها هيك تكون هي مرتاحه، نفسيتها مرتاحه، وتشوف حتى الفستان ما بقى فيها الزخرفه القويه والكالوش الكبير كان مثل من زمان كان درجين، انجا ناعم الفستان وانجا هيك حركه خفيفه، كل ما لا سامبليسيتي في لا بوتي. ايه صح، هيدي ما غلطوا بس قالوا هالمثل يعني ابدا. حتستعملها اكستنشن وقت عم تعمل الشيء؟ ايه رح استعملها شوي هيك، جبت لها هيك اكستنشن تتعبي لها شوي شعراتها تبين شوي الشغل فيه. اوكي.